السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جايين بخير. ما شاء الله كده التر بتاعنا كام؟ 15 يوم، وده النهاردة يوم 16 ليه، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، فعلا التر فايق ما شاء الله لا قوة الا بالله وكويس جدا، وانا فعلا شغال معاهم بخلطة نظريات البرد اللي هي الشوربة، هقول لكم عليها ان شاء الله في فيديو تاني. فتعالوا كده مع بعض نحضر لهم الخلطة بتاعتهم بتاعت الاكل. انا عندي بواقي بيت موجودة، وفعلا عشان كده ربيت الفراخ البيضة والبط الجعجاع، وده كان السبب فعلا ان انا عايز الم بواقي البيت على العلف اللي موجود لحد ما ابدا اعمل لهم خلطات. فدي بقى البيت بتاعتي، حطيت عليها فعلا وبصلايه مبشوره، اهم حاجه بصلايه كبيره مبشوره، زي ما شايفين شويه عيش موجودين، اي حاجه من باقي البيت موجوده موجوده على العلف حطيته، وهقلب معاهم البصل بتاعهم اللي شايفينه، بشرت بصل مفروم بشرته، وهبدا احطه فعلا على الخلطه بتاعتي عشان خاطر يرفع المناعه بتاعت الطير ويقوي الطير ويعدي لي النزلات بتاعت البرد الموجوده. فهقلب الاكل وارجع لكم تاني ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، قلبت الاكل بتاعي كويس جدا وحطيته مع بعضه في الاطباق للطير، زي ما انتم شايفين ما شاء الله بياكلوا والدنيا زي الفل. فعلا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، احنا فعلا جايبين الطير عشان خاطر نوفر اللي هيحصل معانا بره بسعر اسعار الطير اللي هيبقى غالي جدا بعد كده، سعر الكيلو الطير هيبقى غالي قوي في الاسواق. ففعلا العلف غالي وكل حاجه، ولكن فعلا احنا نبدا نشتغل نفسنا في البيت، يعني نبدا نزود اضافات البيت اللي موجوده على العلف بتاعنا اللي موجود، وما شاء الله الطير مش هيقل بل بالعكس هيزيد معاكم. اي بقيت موجوده البط الجعجع زي ما انتم عارفين بيحب ياكل اي بواقي بيت، وفعلا على البط ده ما ينفعش يفضل ماشي طول الدوره على العلف بتاعك، هيخسرك. يعني ايه؟ فعلا ده بط ما ينفعش يفضل طول الدوره على العلف بس. ففعلا بنحط الاضافات بتاعتنا على الطي على الاكل بتاعهم، بواقي بيت موجوده، شويه عيش مكسرين، شويه رده موجودين، حطهم على شويه العلف وحطهم معاهم شويه عيش، وحطوا بواقي البيت وحطوها للطير. ما شاء الله الفراخ البيضه زي برده البط اللي بط الجعجع بياكلوا بواقي البيت، وما شاء الله صحتهم فيها كويسه. اهم حاجه طول ما انتم شغالين بالاكل بتاعكم حطوا بصلايه مبشوره، شويه توم، خلطه في الميه، اهم حاجه تخلوا الطير بتاعكم ما شاء الله صحته كويسه، تدفوا المكان، تفرشوا الفرشه. انا فعلا فرشت التبن زي ما انتم شايفين، فرشت التبن في الجزء اللي هما بيرقدوا فيه، وتحتيه كرتون على فكره معزون على الارضيه عشان خاطر السقعه. واهم حاجه عندي الميه بعيد عن الفرشه، مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر البط الجعجع فعلا بيبل الفرشه جدا، وحاطط الميه في طبق بعيد خالص عشان خاطر الدنيا ما تبهدلش. فزي ما انتم شايفين كده ان شاء الله، فان شاء الله هنتابع مع بعض الفتره اللي جايه، وهبدا بقى فعلا ادخل لكم خلطات. انا بس مستني اشتري شويه حاجات كده عشان خاطر اظبطها على العلف بتاعي، هبدا فعلا ادخل لكم اكل ما شاء الله كويس جدا، هيوفر معاكم تمن علف جدا. الناس شغاله كلها ما شاء الله فعلا الفتره دي بحاجات كويسه قوي، فعلا الخلطات والبطاطا اللي ماليه السوق فعلا دي من ضمن الحاجات اللي بتستخدم كويس جدا في الاكل، حتى ممكن تاكلها الطير لوحديها فعلا ما شاء الله بتجيب نتيجه كويسه جدا. بس انصح الصراحه بيها في الطير اللي اكبر من ده كده شويه في السن، مثلا يكون عمره شهر ولا حاجه، ما شاء الله الدنيا بتبقى كويسه قوي لو تاكلوها لوحديها، بتوفر معاكم جدا، هتلاقي نفسكم بتجيبوا 3 4 كيلو علف ما يكملوش 10 جنيه. فما شاء الله فعلا في بدائل كتير موجوده في السوق، وانتم عارفين ده الطير ده حاجه نباتيه عايشه على حاجات النباتات، مش اللي هو بياكل حاجات زينا، لا اي نباتات، اي نباتات موجوده، شويه خضره موجودين ارموهم للطير، عندكم شويه برسيم موجودين، عرش بطاطا قطعوه وارموه للطير، ما شاء الله يوفر معاكم كويس جدا، وهتلاقوا الطير ما شاء الله صحته كويسه قوي. ده كان الاعتماد الكلي على العلف، لا يا جماعه غلط جدا، وما شاء الله الاسعار غريبه قوي، فالطير هيتكلف معاكم جدا، وهتلاقوا في الاخر نفسكم الحاجه زي بره زي اللي جوه بالظبط. فاي حاجه ما عندكم موائل البيت شيلوها على جنب، ابداوا حطوها للطير، وان شاء الله هنتابع مع بعض الفتره اللي جايه. وزي ما انتم شايفين كده الحمد لله احنا النهارده اليوم ال 16 بالظبط للطير، هو عمره 15 يوم نكملهم امبارح، والنهارده اليوم ال 16، وان شاء الله برده الفتره اللي جايه هتابع معاكم يوم كده بيوم، وان شاء الله هنبدا ننزل بالخرطات بتاعتنا من بكره ولا بعده، وابدا ادخل لكم المشروبات بتاعت الشتاء والحاجات اللي رافعه المناعه للطير عشان خاطر الطير ما يجيلوش منكم نزلات ويبدا يلتهب منكم ويبدا يجيله مشكله في الجهاز التنفسي بتاعه. فان شاء الله هنتابع بعض الفتره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.